اهلا بكم مشاهدينا من جديد، والان مع فقره الصحافه نسيم. نعم، صحبه الصحفي بغرفه اخبار النبأ سيد صادق الترهوني. صباح الخير. يا صباح الخيرات. صباح الخيرات يا مبارك ان شاء الله اليوم. بداية مع مؤسسة بريطانية، حيث أدرجت مؤسسات بريطانيا متخصصة في تقييم حجم المخاطر النصف الجنوبي وسواحل وسط ليبيا ضمن المناطق التي تواجه تهديدات محيطة بالسفر والإرهاب البحري. وحسب خريطة للمخاطرة السياسية والأمنية في العالم في العام 2019 نشرتها مؤسسة كنترول ريسك البريطانية، فإن الجنوب الليبي وسواحله بوسط البلاد تتعرض لمخاطر أمنية عالية جدا، مثل النزاعات المسلحة أو هجمات إرهابية أو إضرابات، إلى جانب مستويات جرائم السرقة والخطف والعنف. أستاذ صادق، يعني ما هي لربما الأسس التي اعتمدت عليها هذه المؤسسة البريطانية في تصنيف ليبيا ضمن الدول ذات المخاطر الأمنية العالية والعالمية؟ نعم، دعينا نعرف بهذه المؤسسة، هي مؤسسة كنترول ريسك، يعني هي مؤسسة بريطانية استشارية متخصصة في تقييم المخاطر في العديد من الدول لصالح عدد من الشركات الأمنية. طبعا نشرت تقرير لهذا العام 2019 يعني بالنسبة لهذه الشركة، وحددت مجموعة الدول التي لها مخاطر كبيرة، من بينها ليبيا طبعا والعراق وسوريا واليمن والصومال. تتحدث هنا بصورة مطلقة عن ماهية المخاطر وكيف يتم تقييمها، وخاصة في منطقة جنوب ليبيا وبعض مناطق الشمال، لم تحدد مناطق بعينها ولكن تتحدث بصورة عامة. تقول أن هذه المخاطر الأمنية تتمثل في التهديدات التي تواجه المقدرات طبعا المادية والمالية والبشرية. يركز التقرير على مدى قدرة وجاهزية قوات الأمن لحماية الممتلكات والأفراد. يتضمن التقييم أيضا كذلك رصد عوامل أخرى مثل وجود نزاع مسلح أو تمرد أو هجمات إرهابية أو ضربات، طبعا إضافة إلى مستويات جرائم، ارتفاع مستويات جرائم السرقة والاختطاف والعنف وما نشهده حقيقة في ليبيا في أكثر من مدينة. يعني طبعا التصنيف يشمل حتى التخصصات الطبية ومدى توفر الإمكانيات العلاجية للمواطنين الليبيين، وبالتالي تقول أن ليبيا في هذه النقطة بالذات سجلت العديد من الإصابات بالأمراض المعدية مثل الكوليرا والملاريا والتيفود وحمى الضنك. طبعا يقيم هذا التقرير أصلا حتى المخاطر، مخاطر السفر داخل ليبيا، وتقول أن المسافرين يتعرضون فعلا إلى الإرهاب وحركات التمرد والإضرابات والحروب. التقرير نفسه يتكلم طبعا حتى على قوة البنية التحتية في مجال النقل ومدى إمكانية التحرك السريع لأجهزة الأمن وأجهزة الطوارئ، وكذلك جاهزية البلاد للكوارث الطبيعية. تشير إلى أن هذه المخاطر سجلت بالفعل يعني في العديد من مناطق الحدود الليبية في عدد من دول الجوار. ترصد كذلك حتى المخاطر التي تتعرض لها الحركة البحرية، حركة السفن وتجدد نشاط القراصنة والسرقات في المواني. يعني تقرير شامل حقيقة بمعنى الكلمة للأوضاع الموجودة في ليبيا. نعم. وإلى الخبر الآخر سيد صادق، وتحت عنوان ليبيا تنهي عاما حافلا من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث قالت صحيفة البصائر العراقية أن العام 2018 في ليبيا شهد العديد من الأحداث المرتبطة بالحياة اليومية للسكان التي لم تغب عنها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في أكثر من مجال. نعم، حيث ذكرت الصحيفة أن العام 2018 في ليبيا شهد تأثيرات حالة الانفلات الأمني على قضايا مختلفة، منها حالات الخطف والإخفاء القسري والاعتقال وإزهاق أرواح عشرات آخرين داخل سجون سرية، منها ما يخضع لسلطة الميليشيات ومنها ما يخضع لآمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر. السؤال هنا، يعني نحن نعلم قدر الانتهاكات اللي حدث في 2008، ولكن ما هي أبرز المحطات التي ربما توقف عنها أو عندها هذه الصحيفة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خلال 2018؟ طبعا تقرير الصحيفة حقيقة رصد ما تسميه حقوق الإنسان، ليس بحقوق الإنسان كما نعرفها بالصورة العامة، ولكن حقوق الإنسان في الحصول على درجة متميزة من الخدمات الطبية في ليبيا، حقوق الإنسان
الإنسان في معيشة أفضل، حياة أفضل في المعيشة، حقوق الإنسان في الحصول على منظومة تعليم أبسط الحقوق. نعم يعني نعم مهمة، حقوق الإنسان أن يكون حرا ويتمتع بالحرية ولا يتم القبض عليه من أي جهة إلا بناء على إجراءات ضبطية أو قضائية. هنا تتكلم مثلا على مستوى الخدمات الطبية، تقول أن ليبيا تشهد يعني بالفعل تشهد أزمة حادة في نقص الأدوية، تشهد أزمة في الكوادر الطبية، افتقار المستشفيات الحكومية حتى إلى كثير من اللوازم. هنا تتحدث على خاصية صغيرة، تقول أن المواطن الليبي عندما يذهب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج احيانا يطلب منه احضار حتى القفازات للطبيب الذي سيقوم بعلاجه. يعني حقيقه مآسي. تتكلم على الفقر في ليبيا، تقول ان ترجع ذلك الى نتيجه الحروب والانقسامات الحكوميه وحالات النزوح التي خلفتها النزاح، وغياب هنا تقول وغياب القانون والرقابه الذي حدا بسكان المناطق الحدوديه للعيش على عمليه التهريب. اذا تقول هنا المناطق التي تعيش على هذه العمليه، عمليه التهريب، اصبحت خارج سلطة الدولة، أصبحت مناطق متمردة نتيجة لغياب طبعا الدولة وانهيار كبير في مؤسساتها. تقول أن هذه العملية أدت حتى إلى الفساد، فساد كبار المسؤولين، وبالتالي أثر سلبا حتى على حياة المواطن. تقول أن الدولة أصبحت تتغاضى عن الفساد ونتيجة لتدخل الميليشيات في إطار عملها، وربما حتى الدولة أصبحت تحت حماية هذه الميليشيات الموجودة في البلاد. تشير إلى أن العام 2018 بالفعل شهد تأثيرات حالات الانفلات الأمني على قضايا مختلفة، منها الخطف والإخفاء القسري والاعتقال، وتشير إلى أنه تم اختطاف مئات الليبيين على أساس هويتهم والمنطقة والعائلة التي ينتمون إليها. أزهقت كذلك، تقول أزهقت أرواح عشرات الآخرين داخل سجون سرية لا أحد يعرفها، ربما تتبع لجهات ميليشيات أو غيرها، منها ما يخضع تقول لميليشيات لم تحدد هذه الميليشيات، ومنها تقول ومنها ما يخضع لآمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر. نعم. وإلى صحيفة العربي الجديد مشاهدينا، وتحت عنوان لماذا توسطت الإمارات لإعادة موالين لحفتر المجلس الرئاسي الليبي. ذكرت صحيفة العربي الجديد في تقرير لها نقلا عن مصدر مقرب بالرئاسي المقترح بأن وساطة إماراتية مكنت من موافقة السراج على عودة عضوي المجلس المقاطعين على علي القطراني وفتحي المجبري المعروفين بتأييدهما لآمر ميليشيات الكرامة. وحسب المصدر الذي نقلت عنه الصحيفة ولم تحدد هويته، فإنه من المرجح انخراط الإمارات في جهود تقريب بين حفتر والسراج، كاشفا عن عدة مسارات تعمل عليها أبوظبي لتمكين حفتر من السيطرة على العاصمة. أستاذ صادق، يعني ما هي لربما التفاصيل التي كشفتها الصحيفة بعودة القطراني والمجبري المجلس الرئاسي المقترح في طرابلس؟ طبعا هو كما نعرف علي القطراني وفتحي المجبري أعلن منذ شهر يعني يوليو الماضي تقريبا يعني مقاطعتهم للمجلس، وغادر حتى العاصمة طرابلس. طبعا ليس لديهم أي ارتباطات منذ ذلك التاريخ، يعني حقيقة ولا مشاركة في اتخاذ أي قرارات. نعرف أن الاثنين القطراني والمجبري هما من مؤيدي ميليشيات الكرامة وأمير خليفة حفتر. طبعا خلال هذه الفترة بدأنا نتابع بين الحين والآخر العديد من التصريحات التي تصدر هنا وهناك بأن القطراني والمجري سيعودون إلى المجلس الرئاسي المقترح. لا أحد وضح الأسباب التي أدت إلى ذلك، لكن هنا صحيفة ممكن العربي الجديد الوحيدة التي نشرت تقرير نسبته إلى مصدر مسؤول في المجلس الرئاسي المقترح لم تحدده حقيقة. تقول أن عودة القطراني والمجبري جاءت بوساطات بين الرئاسي المقترح ودولة الإمارات. تقول أن الإمارات طبعا تعتبر المساند والدعم الرئيسي والمادي والعسكري لميليشيات الكرامة، طبعا إضافة إلى ما تقدمه من دعم إلى هذه الميليشيات. تقول أن الإمارات أصبحت يعني حقيقة تعمل على عدة مسارات لتمكين حفتر من الدخول للعاصمة طرابلس، من بينها دعم
الخطط العسكرية لحفتر في الاقتراب من العاصمة، تبنيها لبعض الميليشيات داخل العاصمة، تمتين وجودها على الأرض وتضييق الخناق على الحكومة المقترحة اللي تنتهي بالفعل إلى إحداث تقارب بين سراج وحفتر. طبعا وتعليق على هذه المعلومات، حسب تقول صحيفة العرب الجديد، تقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الليبية خليفة الحداد، يشير إلى أن أبو ظبي دعمت فصيلة المسلحة في طرابلس، طبعا تسبب في إفشال خطة الترتيبات الأمنية بشهادة وزير الداخلية كما تقول. تسعى الآن لإحداث شلل، تقول أن الإمارات تسعى الآن حاليا لإحداث شلل في المجلس المقترح باعتبار عودة القطراني والمجبري إلى المجلس، سوف لن يخلق أي توازن لاتخاذ أي قرارات باعتبارهما مؤيدين لحفتر وينفذان في تعليماته حرفيا. وبالتالي ربما الإمارات أردت من هذا هو إضعاف المجلس الرئاسي المقترح وعدم قدرته على اتخاذ أي تأثير أو إجراء قد يصب في صالح البلاد.